الاهتمام بقضية المدرسة عبر تاريخ الفكر التربوي، ونلحظ أن الذين اهتموا بأي مدخل آخر من مداخل العلوم الإنسانية والاجتماعية إلا ووجدوا أنفسهم في صلب الاهتمام بالمدرسة وبقضية التعليم. في الفكر الغربي يضربون مثلاً بجون جاك روسو الذي حينما شرع في كتابه في تأليف كتابه العقد الاجتماعي وأصدر كتابه العقد الاجتماعي الكونسوسيال المشهور في أبريل من سنة 1762 لم يلبث إلا مدة بسيطة ففطن إلى أن المسائل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في كليتها مرتبطة أشد مما يكون الارتباط بالأنماط التربوية، فانكب على تأليف كتابه إيميل أو في التربية الذي صدر شهرا قليلة بعد ذلك في ماي 1762. ونرى الأمر نفسه في التراث التربوي العربي والإسلامي وفي طبيعة المؤسسات بالتالي المعنية بقضية التربية. والحقيقة أننا في المغرب هنالك وعي متقدم على هذا المستوى تحديدا بالطبيعة المنظومية لقضية المدرسة، قضية التعليم عموما، ولمقاربة المدرسة بوصفها مؤسسة من مرحلة التعليم الأولي إلى مرحلة الجامعة، ومن المستويات أو المقتربات المختلفة للموضوع. والحقيقة أن هذا المستوى من التفكير الذي وصلنا إليه في المغرب، وانتقلنا من مرحلة الاتفاق على ذلك بل من المكاشفة بين كافة مستويات التفكير والقرار في بلادنا وعلى رأسها المؤسسة الملكية التي تتبنى هذا الملف الحساس والمهم، ينبغي أن ننتقل من المكاشفة بأن منظومتنا معطوبة ولا تمضي في الاتجاه المطلوب، وأن ننتقل بنفس الروح وبين كافة الأطراف الفاعلة الأطراف المؤسسية والبحثية والمعرفية والمعنية بمستقبل المدرسة أي مستقبل البلاد إلى التفكير المشترك والعملي بكل صدق حول هذا الموضوع المصيري والمستقبلي بإشراك كافة الأطراف الفاعلة التربوية والإدارية والمؤسسات المعنية والأسرة والنقابات ومؤسسات التفكير بنفس روح الأمانة والتعاون هذه. جلستنا هذه يشارك فيها ممثلون عن طبعا بالإضافة إلى اشتراك الجميع كما قلت في الاهتمام والخبرة والبحث والممارسة في المجال التربوي لمدة طويلة، يحضر معنا أساسا ممثلون عن مؤسسات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، كان المفروض يكون معنا السيد مدير الأكاديمية لكن بسبب التزام اليوم مع السيد الوزير وفي إطار التزام رسمي يحضر السيد رئيس قسم التخطيط والخريطة المدرسية بالأكاديمية، نشكره على حضوره ونجدد الترحيب به. ويحضر معنا فضيلة أستاذنا الدكتور مصطفى بن حمزة الذي طبعا يجمع إلى مهمة رئاسة المجلس العلمي عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذلك مؤسسة مهنية معنية بالتعليم، لكن الأهم من ذلك أنه يعني من خبر هذا الموضوع طويلا سواء في التعليم الأكاديمي بمستوياته المختلفة وخاصة منها الجامعي باعتباره من مؤسسي جامعة محمد الأول بوجدة، ومن خلال مجال يهتم به بشكل خاص كما نعرف هو مجال التعليم العتيق وما يتصل به أو التعليم الذي يستبطن النمط الأصيل من التعليم، النمط الذي يسمى في بعض الأحيان نمط تقليدي إلى غير ذلك. كذلك نهتم في هذه الجلسة أن نناقش مسألة مرتبطة أشد الارتباط بالاختيارات العامة التي تحدثنا أو استمعنا إليها في حديث الأستاذ نجي المهم قبل قليل، وهو يتحدث عن الأسس والمرتكزات سواء في الرؤية الاستراتيجية أو في القانون الإطار إلى غير ذلك، والتي تكاد تجمع النخب المغربية على أنها واحدة من معضلات مسألة مستقبل المدرسة المغربية منذ الاستقلال إلى اليوم، وهي الاتفاق على الوجهة الكلية
على المشروع المجتمعي والتنموي الذي نريد للمدرسة أن تكون رافعة له وتعيد إنتاجه، والاختيارات الثقافية والمجتمعية الكلية. ونحن في ذلك لسنا بدعاً من الأمم. قبل قليل رأينا أن الدول 20 الأولى في التعليم في العالم كلها تدرس مثلاً بلغتها، بل حتى على المستوى الاختيارات الفكرية. نعرف مثلاً أنه في الهند بعد استقلال الهند مباشرة قادت حركة التحرر في الهند بتعاون مع أحد الفلاسفة الهنود الكبار في هذا العصر وهو هاميون كبير، الذي كتب كتاب التراث الهند وعنده كتب أخرى، اتفقوا على إعادة كتابة تاريخ الفلسفة لتكون أرضية معرفية للتعليم العالي في الجامعات الهندية. وكتب فعلا هاميون كبير كتابه من مجلدين كبيرين حول تاريخ الفلسفة الغربية وتاريخ الفلسفة الشرقية، ليكون بمثابة المنظار الذي ترى من خلاله الأجيال تاريخ الفلسفة مرة أخرى. وهكذا يعني أن الاختيارات الكبرى لا تكون إلا من خلال قاعدة معرفية أساس هي التي تشكل الوجهة والرؤية العامة. على كل حال لا أحب أن أستطرد أكثر من ذلك، لكن أشير إلى أن ثمة قضايا أساسية أرجو من السادة الأساتذة المشاركين في هذه الجلسة أن يثيروها، أن يتناولوها كل من زاويته في مدة أرجو أن لا تكون طويلة، ليتاح لنا بعد ذلك أن نتبادل الأفكار من خلال هذا النمط الحواري في الطرح، ولنتيح كذلك مشاركة أكبر قدر ممكن من السادة الأساتذة والضيوف والباحثين، وأغلب الحاضرين في القاعة كما أعرف هم من المتصلين بالموضوع اتصالا مباشرا، خبراء، مسؤولون، باحثون أو طلبة باحثون في مستويات الماستر والدكتوراه مهتمون بالقضايا البيداغوجية وبالمجال التربوي إلى غير ذلك. فأرجو أن يكون هنالك فرصة لتقديم رؤية أولية وتقديم خلاصة أولية في العروض، ثم بعد ذلك نفتح إيمان وأعطي نفسي الحق لأطرح بعض الأسئلة وأشرك القاعة كذلك في ذات الاتجاه في طرح أفكار واقتراحات حول الموضوع. نبدأ مع فضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى الحمزة رئيس المجلس العلمي المحلي، فإليه الكلمة مع جزيل الشكر. وأصحابه أجمعين، السادة الحضور، في هذه الكلمة التي ليست لها صبغة محاضرة وإنما هي مطارحة وعصف ذهني وبث لكثير من الأفكار التي تركزت واختمرت في ذهني بعد معايشتي لهذا الموضوع، موضوع التعليم الديني العتيق. هي مجرد خطوط عامة ولكنها مفيدة مهمة وخطيرة ومصيرية. وحينما أتحدث لكم عن التربية أو التعليم الديني لا أقول لأحد ولا نستجدي أحدا أن يهتم بالتربية الدينية أبدا، وإنما نقول له هي قضية وجود أو عدم، قضية أن يسلم المجتمع أو أن نطوح به بعيدا في مهاوي الهلاك. قولا واحدا ذلك، بأنني ألاحظ أولا أننا لازلنا نعيش رواسب الاستخفاف بالمادة الدينية كأثر من آثار فكر يوما ما كان سائدا ورائجا وقويا، ولكنه الآن أصبح متراجعا. موقف بعض الشعوب وبعض الدول من التربية الدينية كان معروفا بسبب هذه القطيعة التي كونها توجه صارم يقاطع كل ما هو ديني، أي العلمانية الحادة التي كانت في أوروبا. ولكن أوروبا الآن تشعر بأن ذلك كان خطأ، وأن هنالك نداءات إلى معالجة القانون الذي أسسته أوروبا 1905 فرنسا، وكان وقالوا العلمانية لأنها اكتشفت بأن العلمانية كانت خطأ كبيرا في هذا الاتجاه، لأنها أهملت قطاعا دينيا شغله آخرون
وأصبحوا يتصرفون فيه، والدولة الآن تحاول أن تستدرك بطريقة غير مباشرة، فترسل الفرنسيين ليتعلموا الإسلام في المغرب، ولما لا يتعلمون في فرنسا ويكون الأمر منتهيا؟ أي حينما يأتي هولندا إلى طنجة ويتفق مع المغرب على أساس أن يكون الفرنسيون كأئمة وخطباء ليزول التوتر، يجب أن يتم هذا في فرنسا وانتهي الأمر. أي كأنهم يأخذون الدين بمقبض، لا يأخذونه مباشرة ولا يأخذونه بمقبض، والدول الإسلامية التي يجب أن تنوب عنه. هذا نوع من العبث. إذن تشعر كل مرة تشعر فرنسا أن المسألة الدينية مسألة حاسمة، وأن الناس إذا أنت كنت تعبث فالآخرون لا يعبثون. نحن يؤسفنا أن تقع هنا دائما قبل بداية السنة الميلادية دائما أحداث مفجعة. المسلمون لم يكونوا مسرورين بأحداث باتاكلان، لم يكونوا مسرورين ولا قدمت إليهم خير، ولا حدث ستراسبورغ، ولا الأحداث التي مرت. نحن لسنا مسرورين ولا نرى أنها دفاع عن الإسلام أبدا، ولكنه هو الواقع، واقع الفراغ أفضى إلى هذا، وكون ناسا هكذا يفهمون الدين. ألا يكون من الحكمة ومن الأولى أن نبادر بأن ندرس الناس الدين الصحيح بدل أن يدرسوه غير صحيح، ثم نحاول بعد ذلك أن نستدرك الخلل؟ إذن يبدو هذا سؤال فقط. أنا لازلت أقول نحن لازلنا متحررين، ماشي نتكلم على الذين يسمون تقليديين. هؤلاء المسافرين وسموا به، ولكن المتحررون ليسوا متحررين، لا يستطيعون أن يتعامل مع مجرد الخطأ. أنا أرسلت كتبت بحثا كبيرا في برنامج تعليم، مشروع إصلاح التعليم الديني، في كتاب، وأبعدت به إلى جميع من يعنيه الأمر، جميع المؤسسات كلها وكتاب، وتوصل به كل مسؤولين، فأجابني واحد هو مدير أكاديمية المملكة، والباقون لا زالوا يفكرون هل يجيبون أم لا يجيبون. قضية لا ليست قضية أشخاص، تتجاوزنا. إذا كنت لا تحب هذا الدين فمصلحتك ومصلحة هذا البلد أن تحمي الناس من الدين السيء، لأنك يوما ما ستجد نفسك في مواجهة أشياء أكبر من وجودك. نحن هكذا نقول بأن هذه مسألة يجب أن ينظر إليها بهذا النوع. إذن أقول إن هذه القضية أو التعليم الإسلامي هو جزء من طبيعة الإسلام. لا يمكن أن نجد إسلاما يجافي العلم أو إسلام يقوم على الجهل مطلقا. أنا أقول حتى الذين دخلوا الإسلام وتغلغلوا فيه وهم ليسوا من أهل العلم به لم يقدموا إليه شيئا كبيرا. لا يمكن أن نكون وننشئ تيارا دينيا أو حركة دينية أو شيء من هذا القبيل ونحن نفصل الأشياء على مقاسنا ونقيسها على مقاسنا، ثم لا يكون نشتغل. أي جميع المؤسسات وجميع الذين يشتغلون بالعلم يجب أن يشتغل بالإسلام ويعنيهم أمر الإسلام وهم دعاة الإسلام، يجب أن يعلموا أن اللغط لا يخدم الدين في شيء، أن هذا الكلام أكثره ليس سليما وأكثره ليس صحيحا وأكثره له نتائج خطيرة جدا. أنا أتساءل وأطرح عليكم السؤال، لما نجد الآن هذه الأشياء التي دائما نفاجأ بها؟ نفاجأ بإحداث من الخرافة والخزعبلات تتوسع الآن في بعض المواسم، أشياء فظيعة جدا. إذا كنا نعيب على الشيعة أنهم يفعلون كذا وكذا ويضربون أبشارهم وجلودهم، فبعض الناس يفعلون مثل ذلك أو قريبا منهم في بعض الجهات في مناسبات، ويكون هناك افتراس الحيوانات الحية، ويكون هناك شرب الماء الساخن، كل ذلك إذا تم بغير انتساب الدين لا يعنينا، لكن حينما يكون هذا باسم في مناسبات دينية وباسم الإسلام هذا لن يقدمنا، لن نستطيع أبدا أن نسوق إسلاما طبيعته هذه الخرافات أبدا. الخرافات
تحل محل المعرفة. يتملأ الفراغ الذي يخلف غياب المعرفة. والناس هكذا يستدعون إلى دين، وكل يدعو إلى دين الآن. وصيغ التدين أكثرها خرافات ليس لها سند. والآن حينما يأتي ناس يعرفون أن الناس لا يفهمون دينهم، نسمع بالرقية الشرعية، مستعذرين من أين جاءت أنها شرعية، ونسمع بأناس يدخلون هذا وليسوا من أهل العلم في شيء ولا من أهل التدين في شيء، وفي بعض المرات يسمون فقهاء، فتكون الضربة حينئذ مضاعفة من جهة هي ضرب لهذا اللقب، أي لن يستطيع بعد هذا أحد أن يقول إنه فقيه أو ينتسب إلى صف الفقهاء إذا كان فقهاء هؤلاء. وفي الوقت ذاته هو تمديد للفساد واستحلال للمحرمات واعتداء على الأعراض وإظهار الناس المسلمين بأنهم مفترسون، وأن الذي يعنيهم من هذه الحياة هو الجنس والمال ليس إلا. لماذا ينشأ عندنا هذا؟ مثلا يسألنا عن بعض الرقية الشرعية، هل هي رقية هل تجوز أم لا؟ وأين كنا بالأمس لم تكن عندنا هذه الرقية الشرعية؟ أين كنا؟ لما نجد من بدايتنا الآن لا نجد لائحة أو مصنفات في أسماء الرقاة، نجده مصنفات كثيرة في أسماء الأطباء. ابن أبي أصيبع له كتاب هو طبقات الأطباء، المسلمون كانوا يتطببون، لكن حينما وضع كتابا وضعه في أسماء أطباء المسلمين. حينما نتحدث نحن عن تاريخ الطب، حينما يتحدث جورج سارتون عن تاريخ الطب، حينما ترون ما كتبه فؤاد سيزجاين موسوعات عن الطب، حينما تذهبون إلى المخطوطات المغربية الموجودة الآن في الخزانة الحسنية أو في خزانة الصبيحية، ستجدون أن واقعا آخر لا يوجد عندنا كتب للرقاة في تاريخه، لم يكونوا موجودين بهذا الشكل. إذا كان هناك شخص يدعو لولده المريض بدعاء ولا يكتفي بذلك وإنما يتطبب، فهذا ليس راقيا، هذا الرقية ليست علاجا، الرقية ليست علاجا، الرقية إنما هي دعاء فقط لتمثيل لتقوية الإنسان، أي أن تدعو للإنسان الذي عالجته. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يأتي الناس يقول، كان يقول لهم إيتي الحارث بن كلدة فإنه رجل يتطبب. وحديث الطب في الفقه الإسلامي حديث القار. أنا بعض ما أسمع بعض المرات بعض الأشخاص لا يفهمون أن الطبيب في بعض المرات يكون هو الأساس في الحكم الفقهي، إلى درجة أن وهذا أشرت ببعض بعض الطلبة منذ مدة وقلت رجع إلى توزري في شرحه للتحفة وهو يتحدث عن هذه العيوب، عيوب الزوجية ومنها الجنون، ويقول الجنون ليس شيئا يدعى، لابد أن يثبته طبيبان مسلمان، فإن لم يكونا طبيبي مسلمين فطبيبان من غير المسلمين، لأن الطبيب عندنا مصدق مسلم كأنا غير مسلم، لأن هذه قضية فقه آخر. كان العلماء عندنا يسمونه فقه الأبدان، فقه الأبدان هذه حضارتنا، ولكن حينما لا يعرف الناس هذا ويجهل الناس هذا تنتشر الشعوذة والخرافة بشكل لا يتصور، فنجد الناس يذهبون إلى شخص يلقي عليهم الماء ويشفون ولا يشفون. هذا في المدينة هذا نوع من احتقار الإنسان، لما ادعوا انتهى الإنسان، انتهى، لما يوصل الإنسان المثقف يثيق هذا الشيء انتهى، ما بقاش مثقف، هذا إنسان من معنى عامي يعرف حروف فقط. يجب أن يكون عندنا فكر حقيقي، والذي جعلنا الناس يقعون في هذه المهاوي وفي غيرها ولا أستطيع أن أعددها الآن، هو فقط أن مجالس العلم فارغة. أترون الآن في مساجدنا ولا حتى عند المتدينين من يقبل على المعرفة أبدا؟ ما الذي يمنعنا الآن أن نعود من جديد أن نقرأ المنطق في مساجدنا كما كان يقرأ؟ هذه المرة في جلسة من جلسات في أناس كانوا يحملون أفكار في الأكاديمية،
أثار بعضهم قال بأن المسلمين كانوا ضد المنطقة وضد كذا وجي واحد مع هذا لأن كان بعض الناس يحملون قلت مع ما تكلمت يا مش تكلمت معنا مع المسلمين لما. أبدا ما إحنا قلنا أن المنطقة هو تعليم وتعلمه جزء من تعلم الثقافة الإسلامية وأنا أتحدى أن الإنسان يفهم النصوص الفقهية لم يكن يعرف المنطقة أتحدى على الأقل في الحد والرسم في فهم الماهية في معرفة أشياء أي اللغة الفقهية واللغة الأصولية خصوصاً هي اللغة المنطقية النحو أيضاً عنده لغة منطقية وهكذا الناس اعتمدوا هذا كوسيلة للدخول إلى المعرفة للعقل إذن هذا ليس لكن هذا الشخص يقول بأن هناك بيتاً النووي بن الصلاح حرم وقال قوم ينبغي أن يعلم النووي بن الصلاح حرم وقال قوم ينبغي أن يعلم ولكن الواقع هو شيء آخر هو أن المنطق كان معتمداً في ثقافتنا لما لا نفعل ذلك؟ لما لا نعود إلى هذه المثابات حين لنقرأ من جديد أصول الفقه ونعتبر حتى بالنسبة للدعاة نقول لكم تلي كاين اللي في إذا ما تعرفوش أصول الفقه ما تعرفوش من فوتوا الإسلام نقول لكم ليش ماشي كلمة تلصقوا ذاك البريكولاج نجيبوا نص منا ونص منا أبدا تعرفوا المصطلح ويبدو لك كل شيء الآن كل الأوامر هي واجبات هذا هو التطرف افعل فهي واجب كان أشياء هناك واجبات هناك مندوبات هناك أشياء مرغب فيها ولكن أنى لك أن تعرف هذه الرتب في النصوص وفي الخطابات الشرعية وأنت تلزم الناس بعض المرات بأشياء لم يلزموا الشرع بها وتحرم عليه أشياء إنما زهده الإسلام فيها ولكنه لم يحرمها عليه فأن تعرف هذه الأقسام يجب أن تمر من عبر الفقه إذن أقول نحن الآن بكيفية عامة نعيش هذه الحالة حالة استهانة بالمعرفة الإسلامية حالة عدم اعتبار قيمة الحقيقية للمعرفة الإسلامية ونحن نعيش هذا التوسع للمخالفات الشرعية توسع للمخالفات الشرعية وتدهور في ذهنية المسلم المسلم أصبح يقبل كل فكرة جي يكفي تقولها في سلوب بسم الله الرحمن الرحيم يقول لك إسلامية بعض الأفكار ليست إسلامية بعض الأفكار ليست والنقاد حينما كان النقاد الحديث يقرؤون كانت حضورهم عقولهم حاضرة حينما كان يأتي شخص يدعي حديثا بأن عمر الزمن عمر الدنيا هي 7000 سنة وسيأتي كذا وكذا وكذا كانوا ناس يأتون به كان العلماء يقولون هذا ليس صحيحا لأنه مناقض لتوجه القرآن ولنص القرآن لأن الساعة لا يعلمها إلا الله يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها ويقول علمها عند الله إذن فإذا كان علم الساعة عند الله بنص القرآن كيف يقول شخص بأنه يعلم الساعة لو قال شخص الآن نحن الآن في اليوم بأنه يعلم الساعة صدقه ناس من المتدينين لأن ليس عندهم قوة للنقد وللرد وللتمحيص فهم يكفي أن يكون هذا صاحب هندام عنده لباس وعنده كذا وصافي كل كلامه صحيح إذن لا بد من إثارة هذا أقول نحن الآن نعيش حالة من خطيرة أنا ربما كل واحد عنده واحد جانب رأي أنا يعنيني جانب الأفكار وجانب التيارات مع الأسف الشديد الناس لا يهتمون به حتى لأكثر الناس قرب للميدان ما عندهم شغل ولكن يعرفوا يجب أن يعرفوا أن هنالك تطلعات عقدية قديمة جدا تعرفون أن المغرب كان يعج بأفكار كثيرة كانت فيه التشيع وفرقة التشيع كانت الفرقة البجلية وكان موجودة في الجنوب المغربي وكان عندنا فرق إباضية الصفرية والإباضية للخوارج المغربي كان عندنا الاعتزال وكان قويا جدا إلى إضافة إلى فرق أخرى لم تكن محسوبة على المتدينين كالذين كانوا موجودين من في بلاد تمسنا والذين ظهروا في الشمال حاميم وقال فيه الشعر
بأن حاميم مرسل إني بمرسلي حاميم أول كافر. على كل حال كان يعج، لكن المغرب بجهود علمائه بفقهه المالكي والأشعري ضبط كل هذه الأشياء. بعض الناس الآن تكتب لك قلتم أشاعرة، مع الأشعرية أفادنا أنها مناضلة أشعرية هي التي ردت الاعتزال إلى مكانه، وهي التي استطاع الناس بها أن يحاضروا وأن يناظروا وأن يحموا أنفسهم. فصف الجو، خلى الجو، وكل مرة كانت هناك تطلعات للعودة إلى تكدير هذا الصفاء كل مرة. فكان الشيعة قد وصلوا بلغوا مبلغ أن كونوا لهم الدولة الفاطمية التي كانت لها تطلعات. والدولة الفاطمية حينما وجد، ويجب أن تقرأوا أيها الأخوة، لأن أنا أقول هذا الشيء كله يحسمه تحسمه المعرفة. الهدرة معنا ما نديرو به، نسمعوا في بعض المرات في الخطاب وكذا، لا أرى أن شيء أن يمكنني. ولكن المجال الأستاذ أعطانا لائحة ديال الدول التي تتحدث بلغتها 20 دولة بلغتها، هذا أحسن غير ديك اللائحة ما يجرش برك، تفيد أكثر من 10 ديال المحاضرات. هذه اللي قالوا اللي كانوا يختصموا اللي يأخذون بالتأري أم لا يأخذون بالتأري. جاءت امرأة قالت إن فلان الذي كذا قد قتل وانتهى، قال جاء قد قطعت جاهزة قول كل خطيب. كانوا الناس عادة يخطبوا، هي جات جاهزة قالت لهم صافي قضينا ماشي. يجب أن حتى دائما عن جاهزة التي تقطع كل معنى أن نبحث بحثا صارما وينهي الحق إنه هذه الأشياء. هذه في هذه إذا قرأتم في كتاب ما كتبه القاضي عياض رحمه الله سبتي خصوصا في الجزء الخامس من ترتيب المداري، هو شيء مفيد جدا عن العلماء الذين كانوا موجودين في تونس، وكيف أن كثير منهم قتل ومنهم من سحب لأنهم ردوا المذهب الشيعي، لأنهم رفضوا، والشيعة كانوا يدخلون ببرنامج هو الآن موجود الآن في العالم، مع أنه لا بد من كذا ولا بد من كذا ولا بد من كذا، وأرادوا أن يلغوا مثلا التراويح، أرادوا أن يفعلوا كذا، وبعث الأمير أبو عبد الله الشيخ قال يقول لك الإمام أو الأمير افعل كذا، فيقول له أما الأمير فلا يعلمنا ديننا لأننا نعلم ديننا. وبعضهم قتل لأنه قال إن علي بن أبي طالب كان يقيم الحدود بين يدي أبي بكر الصديق مثلا. فكانت هناك صراع، والذين أدى في الذين أدوا الثمن فيهم الفقهاء والمالكية خصوصا، لأن كان الحنفية، ولكن الحنفية كان عندهم نوع من، ولكن الفقهاء الذين وهذا معروف الذين لم تركبهم البدع هم المالكية قولا واحدا، لأن كان مذهب مالك لا يقبل البدع فكرية مطلقة. فذلك انتهى الوجود، وجود لا شيعة لا الخوارج، إلى أين يوجد؟ أين يوجد الآن في الحدود المغربية؟ ما فيهاش مذهب آخر. إحنا مع ذلك الخلاف ديالنا راه ليس شيئا لنا، نختلف داخل مذهب هو المذهب السني فقط. آخر الطوائف الآن هي اللي موجودة في الشرق ديالنا في غردايا مثلا، كاين إباضية، معنى الإباضية هي خفيفة جدا، ولكن هذه الإباضية التي كانت هنا هذه كلها انحازت وذهبت إلى جهات، وذهبت إلى ليبيا، ومعروف أن بعض الجهات في ليبيا كانوا يسمونها الكويفة أو الكوفة الصغيرة بما فيها من خلافات. نحن لا يفيدنا هذه الخلافات العقادية الآن. بعض المغاربة الآن طبعا يقول لا بد الشيعة المغاربة ماشي، واش بغيت تدخل معنا غير بنقص منكم انتم، خلينا غير ما بغيش نتخاصموا شيء جديد. هذا شيء طحناه في التاريخ، ما الجديد في هذه الأشياء؟ أن سب الصحابة هذا هو المذهب الجديد؟ حنا ما بغينا نسبوا لا صحابة ولا غير صحابة، المذهب اللي يقوم على السب كاع معنا ما نديروش. حنا مذهبنا أن نعرف الناس وأن نعتز بأنفسنا ويكفينا. أن أسب عائشة وعلي وأبا بكر الصديق وكذا، هل هذا دين؟ دين يقوم على الشتائم والسباب والضرب والبكاء على الماضي؟ الحسين قتل غير الحسين، التاريخ ملي فاتوا في غير خطر. قتل الناس وكثيرون، لا نحن نفضل دائما تلغي المتدين، تلغي المتدين هذا يعنيهم لما يجي الاختلال ما خاص بالمتدين، يأتي بجميع ما أحرق من المساجد في العراق، واش كاين شي حاجة وفرت أو ادخرت
أنا في نظري قرأوا الناس الصورة دي العراق يعرفوا شنو على أنش على إيش نتحدث. لذلك الدين حماية ماشي الدين بالعموميات. أنا في نظري أن الإسلام هو أن شي واحد ما يقول الإسلام هو هذا بحالي 15 قرن مشات بطل. أنا الإسلام عندي ماشي هو العبادة هو الروح تخربق. أنا ما نخربقوا عليك الإسلام كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وحاضر شي شوف شي في الإسلام ماشي مشروع جديد. الإسلام قائم بضوابطه. إذا كنت تريد أن تتفلت منه أقول لك أن تفلت منه تخرج منه بالطريقة أو بالاجتهاد أو كذا. ذلك معنى إلغاء الإسلام بطريقة فيها نوع من المواربة لا قل ولا أكثر. إذن هذه الطوائف كما قلت وهذه الأفكار كلها قائمة وكلها متطلعة ومتمددة وتطمح إلى أن يقع. أنا هنا نعرف هذا البيئة نعرف ماذا يقع. نسأل الله تعالى أن يجنب بلدنا هذا المصير. طبعاً شيء خطأ. إذا كان قلت لكم نحن لا نستجدي هذا إزار. إذا لم نحمي الإسلام سوف نتعرض لأشياء ماشي الإسلام بمفهومه الغامض الهلامي. الإسلام بمفهومه الصحيح المؤصل. إذن حينئذ ستقع الكوارث. إذن أنا أقول نحن الآن نطرح سؤالا وكل الناس يطرحون وكل يتأذى منه كيف نواجه الإرهاب. والناس الإرهاب أرادوا أن يواجهوه فعجزوا ولم يصرحوا بأنهم لم يفهموا من أين يأتي الإرهاب. ما عرفوش من أين يأتي الإرهاب. يأتي من الإقصاء يأتي من الفقر يأتي. إذن الفقراء هم الإرهابيين في هذا العالم. ماشي ضروري ماشي ضروري يكون فقهاء فقراء ولا شو الإقصاء ومهمشون. لا لا الإرهاب فكر. فكرة توجد في الجامعة توجد في الأحياء الراقية قد توجد في عند المهندسين قد توجد عند الخبراء عند الأغنياء. وهذا هو الذي يفيد. الآن حينما تقرأوا الذين يمارس بالإرهاب ليسوا كلهم فقراء منهم أغنياء كبار ومن أطباء ومن لكن تقرأ الفكرة الجزئية لأنك تريد فقط أن تجيب ولو أن الجواب ليس صحيحا ترضي به فقط سؤالك. لا الإرهاب سببه فكر منحرف يجب أن يعالجه ولن يعالجه إلا العلماء. أنا بعد ما نقول بعض الناس بإخوان ديالنا باب الإسلام قول وعمل ويتحدثون عن الإسلام بأنه اعتقاد بالجنان ياك ونطق باللسان وعمل بالأركان. هكا يقولوا كل الفساجين يقولوا إسلام اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان. ما كانش في قيدي ما يقولش هادشي ولكنه غلط. عمل بالأركان هذا بهذا المفهوم العام هو مذهب الخوارج. لأنك إذا تركت العمل فقد تركت تلوة الإيمان فإذن فأنت كافر. إذن فالذي زان كافر والذي سكر كافر والذي سرق كافر. إذن عدنا إلى التكفير. ولكن من أين جئنا به؟ جئنا به من أن الإيمان هو إنما هو اعتقاد لا نختلف بذلك. اعتقاد باللسان اعتقاد بالجنان وندخل باللسان وعمل بالأركان. ولكن العلماء يقولون إن العمل جزء من الإيمان على أساس أنه شرط في تمامه فقط ليس شطرا فيه. ومن هنا انفصل. أين لك أن تصل إلى هذه التفرقة الدقيقة بين الشطر والشرط؟ أين؟ وإذا كثير من الناس لو أخطأ كلامهم لوجد أنهم يذهبون في اتجاه يؤدي. أي الخوارج ما قالوا ما انتهوا إلى قتل المسلمين إلا بسبب. إذن فأقول لكم نحن نحتاج إلى أن نعالج هذه الأفكار ولكن بالقراءة بالدراسة الشرعية. كتبنا أو مؤسساتنا كانت قادرة على ذلك. القرويين حينما استهدفت أي حينما أراد الناس أن يوقفوا هذا المد وأن يخلخلوا البناء أوقفوا القرويين فأوقعوا الناس في الظلام. ومنذ أصر الاستعمار لأن أهم ما نعتقد بأن أهم ما كان يريده الاستعمار هو هذا وخلخلة البناء الثقافي والمعرفة. ليوتي كان يحمل مشروعا ثقافيا وحينما كان معه من كان معه كانوا دائما مشتغلين بإيقاف القرويين واستدعوا ألفريد بيل
غاستون لوث جاءوا به من تونس وفوضوا إلى الرجلين كيف يخلخلان هذا البناء، وجاءوا بالرهبان ليصلحوا القرويين، الرهبان بن دكتان، ومنعوا إصلاح القرويين الذي قام به مولى يوسف ومجموعة من العلماء، وأنجزت قانوناً في 202 من المواد الإصلاحية، وعطلتها السلطات الفرنسية، الحماية الفرنسية، على أساس أن يترنح هذا القروي، وما زال القروي يترنح حتى أصبح فارغاً، وبالتالي أصبح العلم هو هذا الشيء الذي يأخذه الناس من الأطراف أو من أناس ليسوا متمكنين، وكانت الكارثة. إذن أنا أقول لكم بكيفية عامة ولم أخذ في شيء على سبيل الحصر في نقطة معينة، وإنما أقول لكم إن قضية التعليم وقضية التعليم الديني ماشي بالرؤية السابقة، وإن من المجازفة ومن الخطأ الكبير أن نعفي بعض المواطنين من التعليم الديني. هذا كلية العلوم ما عنده غرض بالدين، ما عنده ما يدير بالدين، شنو هو؟ مش إنسان، ولكن هو اللي يصنع المتفجرات. الفقراء ما يعرف، الفقهاء ما يعرفوا يصنعوا المتفجرات في الأخير، وفعلا لأنه سينخرط في تيار إرهابي، وسوف يستعمل هو أكثر مما يستعمل الفقهاء، لأن له خبرة تقنية. لماذا لا تعلمه دينه؟ لأنه غادي يكون العلوم هذا استوظيف الإنسان، استخدام الإنسان فقط، تسخير الإنسان لأشياء آنية. يجب أن يتعلم الدين، ويجب أن يتعلم الأدب والشعر ليصير أولا إنسانا. أنا محتاج إلى طبيب، ولكن إلى طبيب إنسان. أنا يعنيني أن أعرف أن يعالجني طبيب له قيم وأخلاق، لأن الطبيب الذي ليس له قيم أعرف أنه كان يتاجر بجسده. كونه طبيباً جيد، ولكن كونه إنساناً أجود. وذلك لا نستثني أحد من المعرفة الشرعية، هذو لا يقرؤون هؤلاء، والتعليم كذا الديني وليس شيئاً مجمع عليه، ولذلك من أراد أن يتعلم المواد الدينية والمعلومات له قناة خاصة يشوف السادسة، واللي يبغى يمشي الأولى ما كاين تما، لا ما كاين والو الأولى، ما فيها حتى شي حاجة. اللي يبغى يقرأ الدين يمشي للسادسة. الدين خصو يكون من جميع المغاربة في كل القنوات حتى في الرياضية، إذا بغي يديروا معناه تكوين الإنسان المتكامل. أما اللي يبغى يمشي الرياضة الضايعة ويمشي ما يشوفش لا ولا لا ولا، ما عنده علاقة بالوطن، عنده علاقة بالكرة فقط، تيتكور هو في مخته. ويمشي ويشوف واحد الإنسان خصو يشوف مثلا واحد القناة لها توجه معين. نحن نرى أن الثقافة التي يجب أن تكون مشتركة هي الثقافة الدينية، لأنها حامية، لأن الدين إما أن نعطيه نحن وإما أن يخلق. الدين لا محيد عنه، من لم يرضى بعدل موسى رضي بجور فرعون. كاين جوج، إما تقرا الدين بالدين، وإما غادي تشوف في واحد كاسيت، وإما غادي تشوف في هذا العالم شيء غريب جدا. ما تقريش أنت، وخلي أنت غمر، ما تقريش واش غادي يجيب لي قناة، وغادي يعلموا بأنك أنت عدو، أنت كافر. تعرفوا أن الناس، بعض الناس المتدينين لا يسلمون على الناس، ما يسلموش عليه، ماشي أنت، ما يسلموش على الكبار، على الفقهاء، هذاك لا يسلم عليه، مبتدئ ضال كذا، عمرك ما يتلقى معه. كيف تجمعوا مش تصنعوا مجتمعا بهذه الأفكار التي يتحرش فيها البعض من البعض؟ لا بد من التربية الدينية الصحيحة، لا بد من التعويل على المعرفة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا جزيلا لفضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى أبو الحمزة. حقيقة هذه العبارة الأخيرة التي قالها، التربية الدينية والمعرفة الدينية الصحيحة، هي خلاصة هذه المداخلة التي تضمنت عدد من الأفكار الهامة عن أهمية التعليم الديني أو الشرعي أو التقليدي باختلاف في العبارات التي يعبر اليوم عنه مؤسسين بالتعليم العتيق، في علاقة أهمية التعليم الديني في علاقته بالظواهر الاجتماعية والعامة والمتعددة، ومكانته في منظومة التعليم، ومخاطر غيابه في مجالات متعددة ذكر منها الجوانب الاجتماعية الطبية، يعني أهمية التعليم العتيق في تكامليته مع العلوم الإنسانية أشار إلى المنطق إلى الدراسات اللغوية، وأن هنالك خطورة لضعف هذا النوع من التعليم في الجانب المنهجي والمؤسسي، لأن غيابه يؤدي إلى غياب العقل النقدي كما قال، في الذي يتمظهر في هذه الخرافية الناتجة عن غياب التعليم الديني بشكله المتكامل الذي يستوعب هذه الأبعاد كلها.
ثم أشار إلى الخريطة العقدية في المنطقة وعلاقتها بطبيعة التعليم الديني الراهن ومستقبله المطلوب، ثم قضية العنف والإرهاب في بشكل خاص التي ختم بها، وكلها ظواهر ناتجة عن غياب تعليم ديني بالشكل المطلوب قوة منهجية ومضمونية ومؤسسية إلى غير ذلك. فأشكره جزيل الشكر وأحيل الكلمة بعد ذلك إلى ممثل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أستاذ أحمد غنينو، رئيس قسم التخطيط والخريطة المدرسية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وهو مستشار في التخطيط التربوي، عمل سابقا بالجهة وهو يعرفها جيدا في جيج والناظور ودريوش، وفاعل جمعوي بالإضافة إلى مهمته في الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ومتعاون مع عديد من المنظمات الدولية والوطنية. نرجو منه أن يركز حديثه عن طبيعة الحصيلة التي نتحدث عنها الآن، وما يمكن أن تسهم به هذه المؤسسة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والأكاديميات بشكل عام في ظل وضعها اليوم الذي يتمتع بقدر مهم من الاستقلالية في الأفق المنظور الذي نتحدث عنه للمدرسة المغربية. فإليه الكلمة مع جزيل الشكر. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين. في البداية أود أن أقدم لكم اعتذار السيد مدير الأكاديمية الذي هو في التزامات رسمية وفق السيد وزير التربية الوطنية، الذي كان يود أن يشارك شخصيا في هذا المؤتمر بهذه المداخلة. إذا المداخلة نظرا لضيق الوقت سوف نتطرق فيها، ننطلق فيها في من ما هي المدرسة التي أردت الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، ما قمنا به في الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين منذ 2015-2016 إلى يومنا هذا، وما هو تصورنا المستقبلي لبنية قطاع التربية الوطنية بجهة الشرق. إذن من خلال الرؤية الاستراتيجية، وكما سبقت في المداخلات السابقة أكيد أن تغيير المنشود يستهدف الانتقال بالتربية والتكوين من منطقة القيم والشحن إلى منطقة التعلم وتنمية الحس النقدي وبناء المشروع الشخصي واكتساب اللغات والمعارف والكفايات والقيم والتكنولوجيات الرقمية، الرفع المستمر من المردودية الداخلية والخارجية، ثم تمكين المدرسة من الاطلاع الأمثل في التنشئة الاجتماعية والتربية على القيم في بعديها الوطني والكوني، وفي التعليم والتعلم، وفي التكوين والتأطير، وفي البحث والابتكار، وفي التأهيل وتيسير الاندماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، والملائمة المستمرة للمناهج والتكوينات مع حاجات البلاد ومع المهن الجديدة والمستقبلية والدولية وبصفه عامه مع متطلبات العصر. الغايات الاستراتيجيه للمدرسه الجديده وفق الرؤيه الاستراتيجيه هي تكوين مواطن نافع لنفسه ولمجتمعه، الاستجابه لمتطلبات المشروع المجتمعي المواطن الديمقراطي والتنموي، الاسهام في انخراط البلاد في اقتصاد مجتمع المعرفه وتعزيز موقعها في مصاف البلدان الصاعده، الانتقال بالمغرب من مجتمع مستهلك للمعرفة فحسب إلى مجتمع لنشرها وإنتاجها، ولا سيما عبر تطوير البحث العلمي والابتكار والتمكن من التكنولوجيات الرقمية وتشجيع النمو والتفوق. إذا هذه الأهداف، الرؤية الاستراتيجية رسمت خمس وظائف للمدرسة المغربية اللي هي التأهيل وتيسير الاندماج، البحث والابتكار، تعليم والتعلم والتثقيف، ثم التنشئة الاجتماعية والتربية على القيم في بعديها الوطني والكوني، ثم التكوين والتأطير. على أيضا تنبني هذه المدرسة الجديدة وفق الرؤية الاستراتيجية على ثلاثة أسس، هي الجودة للجميع، الإنصاف وتكافؤ الفرص، الارتقاء بالفرد والمجتمع. ومن أجل تنزيل هذه الرؤية الاستراتيجية مضامينها ومحتوياتها وفق أربعة محاور، هي مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص، مدرسة الجودة للجميع،
مدرسة الارتقاء الفردي والمجتمعي، ثم ريادة ناجعة وتدبير جديد للتغيير. ما قامت به الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين منذ بداية تنزيل مقتضيات ومضامين الرؤية الاستراتيجية، بطبيعة الحال نشتغل في جهتين. أنتم تعلمون أن الجهة مترامية الأطراف، بحيث أنها مساحة الجهة الشرقية تمثل تقريبا 12.7% من مجموع مساحة المملكة، بها ساكنة تمثل حوالي 7% من سكان المملكة حسب إحصاء 2014. عندنا ساكنة في سن تندروس، أي الأطفال أقل من 17 سنة، ما بين 4 و17 سنة، تمثل حوالي 24% من مجموع ساكنة الشرق، بها هشاشة ونسب فقر وبطالة وأمية اللي هي في كثير من الأحيان تتجاوز المعدلات الوطنية. إذن في هذا السياق اشتغلنا في الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وفق بطبيعة الحال لتنزيل هذه المضامين للرؤية الاستراتيجية وفق مجالات يمكن إجمالها في 4 نظرين في ذلك الوقت. بطبيعة الحال تحسين وتوسيع وتأهيل العرض المدرسي، واللي تمكننا فيه منذ 2015-2016 من إحداث وبناء تقريبا حوالي 30 مؤسسة تعليمية جديدة. والإشارة في هذا المجال، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشرق تتوفر على شبكة مهمة من المدارس الجماعاتية، اللي سنبلغ إن شاء الله في الدخول المدرسي المقبل 35 مدرسة جماعاتية، بالإضافة لما سنتحدث عليه في تصورنا لتنمية القطاع خلال السنوات المقبلة إن شاء الله. أيضا مكون أساسي لتجاوز المعيقات السوسيو اقتصادية، واللي هو الدعم الاجتماعي، واللي بمختلف مكوناته، واللي عرف قفزة مهمة في هذا المجال على مستوى جهة الشرق، نظرا كما قلت للخصوصية السوسيو اقتصادية والطبيعة الجغرافية للجهة. إذا نشتغل على 4 محاور أساسية و 4 مجالات أساسية، اللي هي العرض المدرسي، الدعم الاجتماعي، تطوير النموذج البيداغوجي، وبطبيعة الحال الحكمة اللي هي مجال أفقي ترانسفيرسال. بالنسبة للعرض المدرسي، قلنا كتعرفون من 2016-2017 إلى يومنا هذا حوالي 16 مؤسسة تعليمية اللي هي وظيفية، بالإضافة ل 14 مؤسسة اللي هي في طور البناء حاليا برسم يعني برنامج 2018. المدارس الجماعاتية، نحن اليوم في 31 مدرسة جماعاتية، انتقلنا من 2016-2017 من 27 ل 31، وأيضا 4 في طور البناء ديال المدارس الاجتماعية. هنالك مقاربة مندمجة شمولية تستحضر التدخلات الأخرى. عندنا مع بالإضافة لما نقوم به في الأكاديمية، هنالك برنامج وبرامج أخرى، اللي هو برنامج تقليص الثورات المجالية والترابية، واللي فيه أيضا البناء والتأهيل ديال العدد ديال المؤسسات في البعد في مختلف الأبعاد تاعها، سواء في أبعاد تحسين العرض المدرسي أو توفير الدعم الاجتماعي. أيضا في إطار دائما تحسين العرض المدرسي، هنالك مجهود جبار بذلته الجهة على خاصة على مستوى تعويض الحجرات من البناء المفكك. فمن 1926 حجرة اللي كانت محصاة في 2016، حنا اليوم كنتحدثوا بعد انتهاء تنفيذ برنامج 2018 فقط على 1282، وهنالك مجهود جبار اللي كيتبذل في هذا المجال، وايضا مع مختلف الشركاء نتاعنا وخاصة الجماعات الترابية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. الجهة بعد نهاية 2018 اعلنت جهة بدون مفكك يحتوي على الصخر الحريري. هذه نتيجة اليوم اللي نفتخر بها على مستوى جهة الشرق، هي أن الجهة أصبحت بدون مفكك يحتوي على الصخر الحريري. على مستوى الإصلاح والتأهيل البيئي إلى آخره، إذا نأخذ بعين الاعتبار هذا في مقاربة لتحسين
العرض المدرسي وذلك لتحسين ظروف الاقسام المدروسه. على مستوى الاطر والمواد البشريه نحن نعلم انه منذ بدايه تطبيق المعايير الجديده المعايير التي تضمن الجوده ارتفع الاطر التدريس فقط اطر التدريس وبفضل التعاقد والتوظيف الاطر الاكاديميه الجديده منذ 2016 حوالي 11.53% وهذا يعكس المجهود الجبار للدوله في هذا المجال بحيث ان النسبه لاطر التدريس موظفي الاكاديميه انتقل من 2016-2017 من 2.24% الى اليوم اللي هو 21.45%. هذه الاطر هي مدبره على مستوى الجهه من التوظيف الى التكوين الى اداء المستحقات وضمان كل الحقوق واداء الواجبات بطبيعه الحال. على مستوى هذا المجهود ايضا انعكس على مستوى بطبيعه الحال تطور اعداد التلاميذ بحيث انتقلنا من 432604 تلميذ في 2016-2017 الى 448077 تلميذ بالتعليم بنوعيه العمومي والخصوصي. ايضا على مستوى دائما ضمان شروط الجوده كنا نتحدث في 2016-2017 على معيار 40 تلميذ بالقسم ونتحدث على معايير امتداد تتجاوز 45 تلميذ في القسم. اليوم نتحدث عن معيار 30 تلميذ بالمستوى الاول والثاني ابتدائي واللي احنا على مستوى اكاديميه جهه الشرق حوالي 82% من تطبيق هذه المعايير نجحنا فيها وهنالك فقط 3% اللي هي اقسام في حدود 36 تلميذ في القسم بالمستوى الاول والثاني الابتدائي. نتحدث على ما يتجاوز 45 تلميذ في القسم، اليوم نتحدث على 36 تلميذ بالقسم كمعدل اقصى بالنسبه ل 81.2% من مجموع الاقسام بباقي المستويات. ايضا بالنسبه للاقسام من متعددة المستويات تلاحظون ان في تناقص مستمر لصالح الاقسام اللي هي بمستويين فقط وعدد معدل التلاميذ بها لا يتجاوز 30 تلميذ بالقسم. بالنسبه لهذه المستويات اللي هي اربع مستويات او ثلاث مستويات فما اكثر نحن نعلم بان كما سبقت الاشاره الى ذلك بان الجهه متراميه الاطراف واذا تحدثنا عن اقليم في جيج مثلا نعلم ان اقليم في جيج 56000 كيلومتر مربع واللي هو عنده اضعف نسبه كثافه سكنيه تراب المملكه. بالنسبه للدعم الاجتماعي ايضا هنالك مجهود جبار على مستوى المبادره الملكيه مليون محفظه على مستوى المنح والاطعام الدراسي تلاحظون النسب هي نسب مهمة جدا بحيث أن 10.04% هو ارتفاع عدد المستفيدين من المبادرة الملكية مليون محفظة، 6.8% هو الارتفاع على مستوى الخدمات المنح والإطعام المدرسي، على مستوى النقل المدرسي أيضا هنالك مجهود جبار بذل في هذا المجال. بالنسبة للنموذج تطوير النموذج البيداغوجي لابد من الاهتمام بالتعليم الأولي وحنا نحن نعلم هذه السنة العناية المولوية السامية اللي حظى بها اليوم الوطني للتعليم الأولي المنظم يوم 18 يوليو بسخيرات واللي أعطى أهمية قصوى وإشارة قوية لإطلاق البرنامج الوطني للتعليم الأولي. اليوم عدم تناسب لمؤسسات التكوين المهني اللي نحتاجها لإرساء وتعميم هذه المسارات المهنية إلا أن الجهة بذلت مجهود جبار وهي من حيث النسب يعني قريبة جدا من المدن الكبرى التي تتوفر على مؤسسات التكوين المهني ربما اكثر مما توفر عليه في الجهه.
أيضا على مستوى التطور وتوازن التوجيه بين الشعوب. فكما تلاحظون هنالك تنمية أو هنالك رفع من نسب التوجيه نحو الشعوب المهنية والعلمية والتقنية في مقابل هنالك انخفاض التوجيه على مستوى الشعب الأدبية. إذن كان هنالك نوع من التوازن. على مستوى الحياة المدرسية هنالك الجهة على مستوى الإيكولوجي مثلا فقط الجهة حازت على 27 جائزة على مستوى شرط اللواء الأخضر. هنالك 229 مؤسسة تعليمية منخرطة في المدارس الإيكولوجية بأنشطة مكثفة. هنالك مؤسسات التفتح الفني والأدبي التي يستفيد منها 4351 تلميذ بهذه المؤسسات التي تم إرصاؤها بالجهة. أيضا هنالك اهتمام قوي بالرياضة المدرسية. هنالك اهتمام قوي بجميع مناحي الحياة المدرسية مرارا برصد ومحاربة العنف والمعالجة الوقائية والمقاربة الاستباقية في هذه المناحي لتطوير الحياة المدرسية. أيضا هنالك اهتمام على مستوى تأمين التمدرس الاستدراكي. نحن نعلم أن الانقطاع المبكر عن الدراسة هو ظاهرة لا زالت تتسم بعدم استقرار ولا زالت تتسم يعني لها منابع كثيرة. فالمراكز ديال للفرصة الثانية الجهة كانت رائدة في إرساء مراكز الفرصة الثانية تتوفر على 5 مراكز للفرصة الثانية بحوالي 825 مستفيد ومستفيدة. أيضا على مستوى مواصلة برامج التربية غير النظامية بمجموع تراب الجهة. على مستوى الحكمة فبالإضافة لما يتم القيام به من إرساء مبادئ الشفافية توسيع المشاركة إلى آخره هنالك تطوير الشراكة والتعبئة والتواصل حول المدرسة ونعطي اهتماما خاصا. كما تلاحظون المبيانات تبين أن تعلم اللغات من خلال الشراكة مع التعاون الدولي هي بنسبة 80% مع مختلف المؤسسات التي هي شريكة للأكاديمية الجهوية في على مستوى تعزيز التمكن من اللغات. أيضا هنالك اهتمام من النسيج الجمعوي مشاركة قوية من المجتمع المدني. 86% من الشراكات هي مع المجتمع المدني. أهم النتائج المحققة هي على مستوى الرفع من عتبات الانتقال. نحن نعلم أن عتبات الانتقال في السابق كانت في حدود 4.5 بالنسبة للابتدائي. اليوم تم إرساء من خلال الموسم الدراسي السابق 2017-2018 5 كعتبة بجميع تراب الجهة. على مستوى الثانوي الإعدادي انتقلت تحديد العتبات من 7.5. كما تلاحظون أن نسبة النجاح في الثالثة إعدادي انخفضت سنة 2016-2017 ولكن ارتفعت مع 2017-2018 وأيضا مع ارتفاع العتبة من 7.5 إلى 9.10. وهذا الموسم مقرر من المنتظر أن نعتمد 10 في الثانوي الإعدادي. بالنسبة لأهم الفرصات أهم المكتسبات هنالك العديد من المكتسبات أهمها هذه الشراكة القوية. أيضا هنالك تحديات كثيرة. لذلك في صياغة تصورنا المستقبلي للتدخلات المستقبلية تم على مستوى 4 أبعاد: ترصيد وتثبيت المكتسبات، تدقيق الاستهداف بمعنى تدقيق الاستهداف سواء من حيث برامج الدعم الاجتماعي سواء من حيث استهداف مكامن الخلل أين يقع هذا الخلل لكي. أيضا هنالك بعد آخر المتمثل في تقوية الشراكة والمشاركة وتأمين استدامتها. والبعد الرابع هو إرساء وترسيخ التعاقد الملزم للجميع. أيضا سنشتغل وفق مقاربة تحضر مميزات وخصوصيات سنة 2019 باعتبارها سنة مفصلية
اللي تميزت بالتدخلات في عدة مناسبات لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نظر الله، وأيضا بالاهتمام المجتمعي الملاحظ على مستوى جهة الشرق وعلى مستوى المملكة تراب المملكة بالمدرسة المغربية. ولعل موضوع المؤتمر السنوي هذه السنة دليل على الاهتمام الواسع للمجتمع المغربي بضرورة نهوض المدرسة المغربية. إذا وفق منهجية مقربة منهجية استحضار مقاربة منهجية نسقية مندمجة تستحضر التكامل والانسجام والتناغم ما بين مكوناتها الداخلية وأيضا التقائية مع مختلف المتدخلين على مستوى تراب الجهة، وتستحضر المقاربة التصاعدية في تحديد الحاجيات وإلى آخره، والمراقبة التنازلية في تحديد الأولويات. اشتغلت الأكاديمية على لهذا التصور المستقبلي على الأوراش ذات أولويات تالية: ورش تطوير التعليم الأولي من خلال الذهاب في اتجاه تحقيق الأهداف المسطرة على المستوى الوطني وأيضا على المستوى الجهوي، مواصلة توسيع وتأهيل العقل المدرسي، الدعم الاجتماعي اللي أيضا عرف معايير جديدة وقيم جديدة من أجل تحسين الخدمات وتوسيع الاستهداف. ولعل ذكر لبرنامج تيسير الذي سينتقل الاستهداف من جماعات بعينها محددة إلى على مستوى الابتدائي كافة جماعات القروية، وعلى مستوى الثانوي الإعدادي الجماعات القروية والجماعات الحضرية. أيضا مواصلة تطوير النموذج البيداغوجي، ايضا وصلت الاهتمام بالموارد البشريه والتاهيل من حيث التاهيل والتوظيف الى اخره، وايضا على مستوى الترسيخ وتطوير الحكامه الجيده. على مستوى التعليم الاولي الاشاره هو ان ما هو محدد ان نبلغ في 2021-2022 67% على اساس ان يكون التعليم في سنة في أفق الموسم الدراسي 2027-2028. بخصوص الموسم المقبل نحن نطمح إلى 52%. محاولة اشتغال التعليم الأولي، تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص، تحقيق الجودة اللازمة والحكمة والتعبئة والتواصل. هذا الموسم الدراسي تم إرساء هياكل، لأن نعلم أن التعليم الأولي به العديد من المتدخلين. هذا الموسم الدراسي اعتبرناه موسم انطلاق، وتم إرساء هياكل القيادة تتيح مشاركة كل المتدخلين وتحدد أدوارهم وتحدد برمجة زمنية بدقة. أيضا أدوار المتدخلين نظرا لضيق الوقت. على مستوى العرض المدرسي، إذا مواصلة الإحداثات والتوسيعات، مواصلة البرنامج لتحسين المشهد المعماري للمؤسسة التعليمية بتعويض المفكات، ونختمه باستدامة الصيانة. واستدامة الصيانة يجب أن تكون موضوع احتضان محلي، أي بتدخل مباشر للمؤسسات التعليمية ومحيطها المباشر. على مستوى الدعم الاجتماعي بمكوناته الأربعة، على مستوى دائما هذه بالنسبة للمعايير الجديدة للدعم، وهناك يتضح المجهود المبذول من طرف الدولة. فقط الاعتمادات المرصودة للدعم الاجتماعي للداخليات والمطاعم هذا الموسم عرفت زيادة قدرها 31%، بحيث أن المنحة الكاملة ستنتقل من 14 درهم إلى 20 درهم. المنحة الوجبة بالإطعام المدرسي، الإطعام المدرسي الخفيف الابتدائي ينتقل من 1.42 درهم. وجبة غداء العادية يعني في المؤسسات الداخلية أو المطاعم بالإعدادي من 7 درهم إلى 10 درهم، بالإضافة إلى المجهود المبذول على مستوى التيسير. على مستوى النموذج البيداغوجي، المحاور الاشتغال الأساسية المرسوم من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وشركائها هي مواصلة تنويع العقد المدرسي وتأمين التندرس الاستدراكي، وذلك بالتعميم التدريجي للمسالك الدولية والمسارات المهنية، وإرساء المنهاج الجديد إلى آخره. تعزيز التمكن من اللغات، إرساء منظومة مدرسة المواطنة، والاهتمام أكثر بالتوجيه المبكر،
يعني منذ الموسم منذ السلك الابتدائي، ثم الاعتماد اساسا على مشروع المؤسسه باعتباره هو الاطار الذي يتم تنزيل الاصلاح من خلاله، وربطناه في الاكاديميه الجهويه بضروره بنائه على اساس تحسين المؤشرات وخاصه تحسين نتائج التعلمات. على مستوى الموارد البشريه، إذن على مستوى الحكامه اختم بهذا، هو التدبير التعاقدي الملزم الذي نتوخى ان نبلغه، استدامه التدخلات المشتركه، ثم ارساء الحكامه المعلوماتيه والتعبئه المجتمعيه. لا بد من تدابير للنجاح، لضمان النجاح لهذه التطورات. تنطلق كما سبقت الاشاره التصعيد وتثبيت الممارسات الجيده، التصدي المعيقات تعميم التمدرس وتجفيف منابع الهدر المدرسي، تقليص اثر المعيقات السوسيو اقتصاديه عن طريق الدعم الاجتماعي، تحقيق التعبئه الاجتماعيه حول اهميه النهوض باوضاع المدرسه المغربيه. وهذه الاشياء يتم على المستوى الداخلي. ما يجب ان تقوم به الاكاديميه داخليا هو تسريع وتيره الانجاز، ربط المسؤوليه بالمحاسبه والموارد بنجاح الاداء، ارساء اساس التعاقد على مستوى كل مستويات تدبير المنظومه، تامين المشاركه لجميع المتدخلين المعنيين، تامين واستدامه التواصل حول الاهداف. وعلى المستوى الخارجي بطبيعه الحال، الوفاء بالالتزامات والانخراط والمشاركه الفعليه، مأسسة التعاقد الملزم مع الفاعلين والمتدخلين ومختلف الشركاء، ثم انخراط فعلي للجماعات الترابية وتحمل المسؤولية تجاه المدرسة من طرف الجميع. شكرا. مع الدائرة. شكرا جزيلا للأستاذ أحمد غنيلو على هذا العرض الذي تحدث فيه باسم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. وحقيقة المؤسسات الأكاديمية هي أكثر المؤسسات المعنية بشكل واقعي من خلال الممارسة بتنزيل هذه الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين التي تحدث عنها في البداية، ودور الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشرق من خلال الواقع ومجالات عملها الأربع الأساسية التي تحدث عنها، وهي تحسين العرض المدرسي والدعم الاجتماعي وتطوير نموذج البيداغوجي والحكامة، ثم ختم بالنتائج هذا العمل وأفاقه، أفاق الاشتغال والمقاربة المعتمدة ومنهجيتها وأهم الأهداف والغايات المتوقعة. فشكرا له مرة أخرى. أحيل الكلمة الآن إلى الأستاذ الدكتور فؤاد بوعلي. طبعا الأستاذ فؤاد بوعلي وجه معروف في مجال العمل المدني والنشاط لصالح اللغة العربية بصفته رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، لكنه بالإضافة إلى ذلك أكاديمي باحث وأستاذ جامعي ومتخصص في اللسانيات، سيحدثنا في هذا الموضوع طبعا الذي هو موضوع ساخن، ربما أثرنا أن يكون في ختام المداخلات لحساسيته وخطورته ورهنيته كذلك في النقاش العمومي المتعلق بالاختيارات اللغوية. حقيقة أن موضوع الاختيارات اللغوية كان حاضرا طيلة أشغالها في المؤتمر أمس واليوم من خلال عدد من المداخلات، أنظمة الإشهاد، الجودة، العرض الأستاذ ناصر النجي صباح اليوم، يعني مختلف العروض. أمس كذلك استحضرنا البعد الأمازيغي من خلال حضور باحث وخبير من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية تحدث عن سؤال الجودة في منظومة التربية والتكوين من خلال نموذج اللغة الأمازيغية. واليوم نتحدث عن الموضوع، لكن هذا الموضوع لا شك تطرح حوله تحديات وأسئلة كثيرة ومريحة. نرجو أن يتاح في هذا الحيز الزمني للأستاذ فؤاد بوعلي أن يجيب عليها، فليتفضل. مشكور. للتداول أو للطرح، وقفنا في قضية اللغة التدريس وفي الاختيارات اللغوية في التعليم المغربي. نعتقد بدءا بأن قضية لغة التدريس أو لغات التدريس كما الآن أصبح يصطلح عليه من بعد الرؤية الاستراتيجية وبعد القانون الإطار، هذا النقاش كان منذ بداية والنقاش المحوري سواء في التداول نحو حول الرؤية الاستراتيجية أو حول الإصلاح في التعليم المغربي. أهمية هذا النقاش هو أن قضية اللغة
ليست قضية هينة. قضية لغة التواصل ولغة التدريس ليست قضية هينة. يمكن أن نستبدل لغة بلغة أو نأتي بلغة بدل لغة من أجل التدريس ومن أجل تعليم العلوم، بل نعتقد جازمين بأن قضية لغة التدريس هي قضية وجود، هي قضية وجودية، ليست وجود المدرسة فقط وليس وجود التعليم فقط، وإنما هي وجود الوطن ووجود هذه الجماعة البشرية التي اختارت مسمى المغرب أو وجود هذا المجتمع. لكن الإشكالات التي يطرحها أو تطرحها لغة التدريس قبل، يعني في بداية النقاش في الرؤية الاستراتيجية طلب منا أن نعطي أن نبدي رأينا وتصورنا النقاش اللغوي، الاختيار اللغوي طلب منا من طرف المجلس الأعلى للتعليم. أعطينا أو أرسلنا مذكرة تناولت كل ما يتعلق بوضع اللغة العربية في المجال التربوي، من خلال توصيف، من خلال الإشكالات، من خلال الرؤية الاستراتيجية والاستشرافات في مستوياتها المختلفة، الموارد البشرية، الجانب الديداكتيكي، الجانب السياسي، التخطيط اللغوي، كل القضايا. هذه المذكرة موجودة على موقع الامتلاء، لن أتناول هذه القضايا، لكن دعوني في البداية أبدأ بطرح مجموعة من الإشكالات. هذه المداخلة ستكون عبارة عن طرح الإشكالات. إشكالات تتعلق أولاً في البداية بحديث الإصلاح، ونعرف بأن النقاش كله، أن كما يقال أن تاريخ التعليم في المغرب وتاريخ المدرسة في المغرب وتاريخ الإصلاحات الفاشلة. بعد كل إصلاح يأتي إصلاح، ويتولد ويتناسل من الإصلاح إصلاح آخر، وهكذا دوالك. فالإشكال الذي يطرح، هل فعلاً هناك رغبة وإرادة سياسية وإرادة مجتمعية؟ لأنه لا ينبغي أن نحمل فقط الدولة قضية الإشكالات التي، أو نجعل الدولة فقط هي المشجر. هل هناك رغبة مجتمعية ورغبة سياسية ورغبة مؤسساتية في الإصلاح؟ هذا إشكال. ما الغاية التي نرمي منها إلى هذا الإصلاح؟ هل نريد فعلا الإصلاح أم أننا نريد من الإصلاح ومن شعارات الإصلاح غاية تاوية؟ الآن نتحدث عن إصلاح القضاء، نتحدث عن إصلاح قطاع الصحة، نتحدث عن إصلاحات في كل الميادين، لكن عندما ننزل هذا الإصلاح وهذا القوانين الإصلاحية ستجدون بأننا نغدو أمام غايات تاوية، أو تنفيذ وتنزيل لغايات تاوية وراء هذا الإصلاح. كذلك المدرسة وكذلك التعليم. أنا لن أتحدث في الجانب التقني، لأننا أؤمن بأن قضية التعليم في المغرب وقضية المدرسة في التعليم في المغرب ليست قضية تقنية. تتذكرون الوزير عندما أتى إلى البرلمان ليحدث الناس سألوه عن رؤيته للتعليم ولمستقبل التعليم، فأصبح يحدثهم عن الطاولات وعدد الطاولات الموجودة والتي أتت بها وزارة. أنا لا أتدخل بهذا الجانب التقني، هذا جانب آخر، لكن أعتقد بأن أزمة المدرسة في المغرب هي أزمة مشروع مجتمعي، مشروع وطني. الدكتور مصطفى بن حمزة كان يتحدث عن التعليم الديني والأزمة الآن، وهذا استبعاد التعليم الديني من الساحة أو تحجيم دوره، مما سيؤدي إلى إشكالات اجتماعية مجتمعية فكرية سياسية وغيرها. والقضية ليست قضية فقط التعليم الديني. نحن يا سادة دولة أو مجتمع بدون مشروع وطني، قضينا على المشروع الوطني. في جميع الدول عندما يطرح إشكال التعليم تستنفر الدولة بكل مؤسساتها والمجتمع بكل مؤسساته من أجل الخروج برؤية موحدة بمشترك، نسميه دائما بالمشترك الجمعي. نحن الآن هل لدينا مشترك جمعي؟
هل لدينا توافقات مجتمعية؟ ما الجامع بيننا؟ كل يغني على ليلى. في المشروع المجتمعي السياسي ينصت لمخرجات النقاش العمومي، السياسي ينفذ مخرجات النقاش العمومي. في التعليم المغربي لم يحدث هذا، السياسي يفرض تصوره ونمطه وتوجيهه للنقاش العمومي. الدليل على ذلك كثير. خذوا مثلا، نعرف ان بعض الاخوان لن يعجبه كلامي، ولكن خذ مثلا مجلس الاعلى للتعليم الان الذي وضع هذه الرؤيه الاستراتيجيه. هل كثير من السياسيين الان يتحدثون على ان الرؤيه الاستراتيجيه هي خلاصه لتوافق مجتمعي؟ هل صحيح هذا الامر؟ مجلس الاعلى للتعليم لا يمثل المجتمع المغربي. مجلس الاعلى للتعليم وضع على المقاس من اجل الخروج بتصورات وبآراء وبآراء معينه. القانون الاطار الان الذي هو قيد النقاش داخل قبه البرلمان، انا سميته في العديد من المرات بانه قانون الالغام، ملغم، قانون كله الغام من اجل ان نصل الى، انا اعطيكم مثال امثله من هذا القانون وربما السي عبد الناصر أشار لبعضها، ولكن دعونا نعطي مجموعة من الأمثلة التي تثبت بأن مهندس هذا القانون وواضع هذا القانون ومع حتى الرؤية الاستراتيجية هو يريد أن يفرض تصورات وتأويلات معينة. مثلا عندما يتحدث عن استثمار المكتسبات اللغوية والثقافية في التعليم الأولي، عندما يتحدث مثلا هذا القانون تمكين المتعلم، عندما يتحدث عن تمكين المتعلمين من اتقان اللغات الاجنبيه والتدريس بها في سنوات متقدمه، عندما يتحدث هذا القانون على مجموعه من المقتضيات التي تريد ان تفرض اللغات الاجنبيه على المتمدرس في سنوات متقدمة أو في الابتدائي أو في الروض أو في التعليم الأولي أو غيره. هذا القانون هو قانون يريد أن يوجه المجتمع ويوجه المدرسة العمومية ويوجه المتمدرس، متمدرس المستقبل، نحو تصورات معينة، نحو فرض هندسة لغوية غير الموجودة حتى التي اتفق عليها أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين، المجلس الأعلى للتربية والتكوين، مع احترامنا لمجموعة من الأطر والأساتذة الذين يشتغلون فيه بجدية، أخرج لنا هذه الرؤية الاستراتيجية بالرغم من الملاحظات وبالرغم من رؤيتنا لهذه الرؤية على الأقل فيها حد أدنى من المعقولية، لكن هذه المعقولية الآن، هذه المعقولية الآن لم تعد مطروحة للنقاش. لماذا؟ لأن هناك فرض أمر واقع آخر، وزارة التعليم الآن تفرض واقعا آخر اللي عن طريق المذكرات تحاول أن توجه النقاش إلى اللغة الأجنبية، اللغة الفرنسية. وتعرفون أن الأمر ليس جديدا، في النقاش سابقا، في النقاش حول المجلس القانون المجلس الأعلى أو المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، تعرفون أن بعض أعضاء ذيك اللجنة التي سميت زورا ملكية وهي ليست ملكية، هذه اللجنة كان بعض الأعضاء يدافعون عن أن الفرنسية ينبغي أن تكون لغة وطنية، وأن تفسيرهم للنص الدستوري المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، المغربية لا تعود فقط على ثقافة وإنما تعود على اللغات، كأن اللغة الفرنسية واللغة العبرية ولغات أخرى وكل يغني على ما يريد، كلها لغات مغربية. إذن فنحن أمام سياسي يحاول أن يفرض على المجتمع تصوره
للهندسة اللغوية، تصوره للسياسة اللغوية، تصوره للاستعمال اللغوي. نحن إذن أمام انقلاب الأدوار. بالأمس أحد الإخوان في مداخلته طرح النموذج الأمريكي، وتعرفون أنه النموذج الأمريكي في 1983 عندما اكتشف الرئيس الأمريكي رونالد ريغان آنئذ، اكتشف بأن الولايات المتحدة متأخرة تعليمياً من حيث الجودة التعليم ومن حيث تطور التعليم عن النموذج الياباني والكوري الجنوبي. فاستنفر الخبراء وأنجزوا تقريراً سمي بتقرير الأمة في خطر. هذا التقرير لم ينفذه رونالد ريغان بالرغم انتهاء ولايته، وأتى خصمه فيما بعد وهو الذي نفذ هذا المشروع، بمعنى أن المشروع التعليمي ينبغي أن يكون مشروعاً مجتمعياً خارج الحسابات السياسية وخارج التجاذبات الإيديولوجية. هذا الأمر لم يقع. أنا لا أريد أن أصل إلى نقطة معينة. أبعاد المشروع المجتمعي، نحن أمة الآن ليس لدينا مشروع مجتمعي، لدينا تجاذبات، لكن قبل ذلك نحن لم نحن ماشي قطرنا من السقف، ماشي يلا جينا، نحن مجتمع له مشروع أصيل في هذه الأرض. عندنا توافقات توافقنا حولها بالرغم الاختلافات، بالرغم اختلاف اللهجي، بالرغم اختلاف اللغوي، بالرغم اختلاف حتى بعض الأحيان العقادي، لكن هناك توافقات، وأنا أعتقد أنها كانت متمركزة ومركزة في ثلاث: توافق سياسي، توافق العقدي، والتوافق اللغوي. توافق سياسي من خلال إمارة المؤمنين، من خلال نظام سياسي معين توافقنا حوله، اختلفنا أم لم نختلف هناك توافق حوله، وكل المغاربة أو على الأقل الغالبية الساحقة من المغاربة كان لهم إيمان بأن هذا النظام السياسي هو النظام الأمثل لتدبير اختلافاتهم السياسية. هناك الجانب العقدي، الدكتور بن حمزة تحدث في الأمر حول توافق المغاربة على نظام، على مذهب سني معين. وفي الجانب اللغوي هناك توافق، لا ينبغي أن نقفز على الحقائق المغربية وحول لغات المغرب. اللغة هناك مستويات في هذه اللغات، هناك اللغات الهوية وهناك لغات الانفتاح كما سماها الدستور، لكن هناك ما نسميه باللغة الجامعة. ما نقصد باللغة الجامعة؟ اللغة الجامعة هي التي تجعلنا نتفق باختلافنا اللهجي وباختلافنا اللسني حول لغة جامعة. هذه اللغة الجامعة هي اللغة الرسمية، والمقصود بالرسمية أنا لا تحدث على الجانب القانوني، أنا تحدث الرسمية في الخطاب. خذوا مثلا خطبة الجمعة، ما هي الخطبة التي تكون أكثر تأثيرا؟ هي اللغة التي تكون، هي الخطبة التي تكون باللغة الفصحى، تكون أكثر تأثيرا، لأن المغاربة تعودوا أو اعتادوا على أن لا يسمعوا خطابا رسميا إلا باللغة العربية الفصحى. لماذا تفشل المنابر الإعلامية التي تعتمد العامية وتعتمد التلهيج ولا تقدم إلا لنقول إعلام أو وعي سطحي أو وعي ساذج، أو تنشر السذاجة وتنشر التسطيح في الوعي المجتمعي؟ لماذا؟ لأنها لا تستعمل اللغة الرسمية أو النسق الرسمي، النسق اللساني. بسرعة أقول بأن إذا أمننا بأن كان عندنا مشروع مجتمعي ونريد أن نحقق مشروعاً مجتمعياً آخر، نعتقد بأن لغة التدريس ليست محط نقاش تقني، ماشي محط نقاش تقني. لا ينبغي أن نفكر في قضية اللغة التدريس كأنها قضية تقنية، نضاف عدد التلاميذ، نديرها بحال قضايا التقنية التي يناقشها رجالة التعليم في التدبير المدرسي.
قضية لغة التدريس هي قضية وجود المجتمع وهوية المجتمع، ولذلك أنا أستحضر فيها ثلاثة عناصر. هناك العنصر الأول، أن أي لغة لا تعتمد البعد الهوياتي فهي لغة لا يمكنها إلا أن تجتر الفشل. أي لغة، أعتقد السيد ناصر ناجي كفانا مجموعة من القضايا عندما أعطانا المثال أو الإحصاء التدريسي، وقبل سنوات مركز الدراسات، واحد الدراسات اللغوية في مركز الدراسات أنجزت دراسة علمية لم يشارك فيها اللغويين، حتى باش ماشي الناس ديال العاطفة، الناس ديال الرياضية ديال كلية العلوم، قاموا بدراسة علمية وإحصائية حول لغة التدريس في العالم بكل تجرد، ووجدنا وخلصنا إلى أنه أو خلصوا باش أنا ما كنتش معاهم، خلصوا إلا أنه إلى خلاصة مركزية، لا توجد في العالم دولة متقدمة تدرس بغير لغتها الوطنية. نقطة إلى السطر. إلا بغينا ندرسوا بغير اللغة الوطنية يعني سوف نجدر الفشل ونصنف أنفسنا مع الدول المتخلفة، وهذا هو المعمول به الآن وهو اجتياز. إذن فهناك البعد الهوياتي، لأن هذا البعد الهوياتي هو الذي يجعلك تبدع بلغتك الوطنية. الإبداع لا يمكن أن يتم إلا باللغة الوطنية، خارج اللغة الوطنية هو مجرد اجترار. وحتى الآن حتى في الآداب المكتوب باللغات الأجنبية ستجدون أن هذا الآداب حتى الآن داخل الدوائر سواء الفرنكوفونية أو الانجلوساكسونية هو لا يعترف به كأدب فرنكوفوني أو انجلوساكسوني، بل هو يعتبر أدب مهاجر أو أدب مغترب. البعد الثاني في اللغة التي ينبغي أن تكون لغة التدريس هو البعد الاستراتيجي. عندما نتحدث عن اللغة فنحن لا نتحدث عن الحدود الضيقة، وإنما حول الأبعاد الاستراتيجية. المغرب له بعد استراتيجي في إفريقيا، له بعد استراتيجي في أوروبا، له بعد استراتيجي في المشرق، بمعنى ينتمي إلى أمة. إذن فهذه اللغة لا يمكن أن ندرس بها لكي نغير استراتيجيتنا أو نغير عمقنا الحضاري. اللغة الفرنسية أو اللغة الأجنبية هي لغة استعمارية، كانت في مرحلة وذهبت. نتعلمها صحيح، نتقنها صحيح، ينبغي أن نتقنها كلغة من لغة التواصل العلمي أو التواصل المعلمي، لكن أن تصبح هي لغة الهوية ولغة التدريس وبها نلج عالم الحداثة والعصرنة، فأعتقد بأننا أخطأنا التاريخ. باقي نقطة أو البعد الثالث في لغة التدريس هو البعد المعرفي التنموي. نحن لا ينبغي أن نتحدث فقط عن الهوية وعن الاستراتيجية، ولكن هناك الجانب الأهم هو سؤال بأي لغة يمكن أن نلج عالم المعرفة وعالم التنمية. تاريخ شاهد، لكن لا ينبغي أن نبقى في التاريخ، تاريخ شاهد بأن اللغة العربية كانت هي لغة المعرفة، وكانت هي لغة التنمية، وكانت هي لغة الطب، وكانت هي لغة الحضارة. لكن بكل بساطة تقرير التنمية المعرفة لسنة 2003 وتقرير مجتمع المعرفة الذي أصدرته الأمم المتحدة في 2009 كلها تقول بعبارة صريحة، لا يمكن لدول أو لشعوب المنطقة العربية الإسلامية أن تلج مجتمع المعرفة إلا باللغة العربية، إلا باللغة العربية. بمعنى لا يمكنك، ما تصورش أن يوما من الأيام أن بالفرنسية أو بالإنجليزية يمكنك أن تلج مجتمع المعرفة. قد تعرف هذا المجتمع، قد تفهم ما يجري وراء العلوم، قد تصبح في يوم من الأيام خبيراً، لكن ولوج مجتمع المعرفة بالنسبة للمجتمع المغربي والمجتمعات المنتمية لهذا الفضاء فأعتقد
بأن الأمر مستحيل. لذلك دائما نقول بأن ما يحدث الآن أولا هو انقلاب مكتمل الأركان، ليس انقلابا سياسيا، هو انقلاب هوياتي. ما تفعله وزارة التعليم الآن هو انقلاب على الرؤية الاستراتيجية. القانون الإطار ما زال لم يناقش ولم يصادق عليه، لكن وزارة التعليم مصر على فرض الفرنسية على المغاربة. بعض مدراء الأكاديميات والمدراء الإقليميين أصدروا مذكرة كانت لهم الشجاعة، لكن البعض دبر الأمر بليل والأمور غادية بشكل اللي كتشوفوا الآن، واللي كتشوفوا بأن هناك محاولة لفرنسة التعليم في المغرب. ما يحدث الآن قلنا هو انقلاب على الدستور وانقلاب على النصوص القانونية، لكن في نفس الوقت هو اجترار للفشل. عرفتوا بحال هاد؟ بحال كتشوف شي واحد راه ضارب في الحيط وعاجبو الحال، غادي هو راه ضارب في الحيط، هو اجترار للفشل، لأن اللغة الفرنسية فشلت في عقر دارها، فلا يمكن أن تنجز النجاح لدول لا تؤمن بها ولا تبدع بها وليست عنصرا من هويتها. شكرا لكم. شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور فؤاد بعلي على هذا العرض المركز، والذي كما قلت في البداية يثير قضية من الخطورة بمكان، قضية ملتهبة في النقاش العمومي، وتعرف اليوم كذلك موقفا حرجا. تحدث في البداية عن مذكرة الائتلاف الوطني للغة العربية للمجلس الأعلى بخصوص لغة التدريس، ولم يفصل في الموضوع بل انتقل مباشرة إلى الحديث عن الإشكالات، عن الإشكالات المرتبطة بالمجلس الأعلى للتعليم في قضية الاختيار اللغوي بالنسبة للغة التدريس، وقال وفصل في أن لغة التدريس ليست ملفا تقنيا ضمن ملفات الأخرى في إصلاح المنظومة التعليمية، ولكنها لغة التدريس مرتبطة بمشروع مجتمعي، مرتبطة بهوية ووجود أي مجتمع ومنه مجتمعنا وبلادنا. وعن الأبعاد الثلاث الأساسية لهذه القضية، وهي البعد الهوياتي والبعد الاستراتيجي والبعد المعرفي المرتبط بولوج أي بلد إلى مجتمع المعرفة، وختم بنقد المسار الحالي في تنزيل هذه القضية المرتبطة بالاختيار اللغوي أي لغة التدريس، نقده باعتباره اجترارا للفشل كما قال. أجدد له الشكر مرة أخرى، وأفتح مباشرة، كان عندي بعض الأسئلة كنت أريد أن أطارحها كذلك، ولكن فقط لتنظيم التدخلات أرجو أن نبدأ أولا بالأسئلة والنقاشات الموجهة للأستاذ مصطفى بن حمزة، لأنه ملزم بسبب التزام أن يغادرنا بعد ربع ساعة، فمن كان عنده مناقشة أو سؤال للأستاذ بن حمزة نأخذ رأيه أو مناقشته أولا، ثم بعد ذلك المجال مفتوح طبعا لمناقشة كافة الأوراق. معنا الأساتذة الأجلاء الذين تحدثوا في الصباح، الأستاذ الناجي وكذلك الأستاذ غنينو والأستاذ بوعلي، وكذلك الأساتذة الذين تحدثوا أمس، الأستاذ بلو، الأستاذ بوغوتان، يعني الأساتذة الأستاذ مصباح وغيرهم. فنبدأ فقط إذا كان هناك سؤال أو مناقشة أو تعقيب أو غير ذلك متعلق بالتفاعل مع مداخلة الأستاذ مصباح.